السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسرة والمجتمع. النهاردة معانا حالة، احنا ضفنا فقرة للبرنامج، فقرة إنسانية، وهي بنستقبل فيها شكاوي المراسلين من خلال صفحة البرنامج أو التواصل مع فريق البرنامج عامة. وجات لنا شكوى من المواطن محمود صفوت عبد العظيم عامر، سن 27 سنة، متزوج ويعول أسرة، من مركز بركة السبع منوفية، يعاني من إعاقة باليد اليمنى وحاصل على دبلوم تجارة. مشكلته أنه هو قدم كتير في فرص عمل في يعني جهات كتيرة جدا، وكل ما تنزل مسابقة كان ده مضمون رسالته، بيقول فيها أنه كل ما بتنزل مسابقة بيقدم فيها، ولكن ما بيحلفوش الحظ وما بيقعش عليه الاختيار باستمرار. كونه ان هو من ذوي الاعاقه، ان هو طبقا للقانون طبعا بتبع ان هو بيوظف ضمن 5% من تبع قانون 5%، وهو بعت لنا شهاده من جمعيه التاهيل الاجتماعي للمعاقين بالمنوفيه، مفادها او مضمونها ان هو مقيد بها تحت عنوان 373، وطبعا الاسم والعنوان والرقم القومي، وده كله مش هيفيدنا اكتر من ان احنا نقول ان هو بيعاني من ملخ ولادة بالطرف العلوي الايمن مع ضمور متوسط بعضلات الذراع الايمن مع تحديد حركة رفع الذراع لاعلى وضمور متوسط براحة اليد. صدرت هذه الشهادة بتاريخ 3/9/2013، يعني هو من 2013 لحد النهاردة وهو بيعاني او بيقدم كتير في مسابقات ولم يحالف الحظ ولم يقع عليه الاختيار. كمان قال لنا ان هو متزوج ويعول اسره، وانه والده متوفي وكمان بيعول اسرته، او هو اللي بيصرف على اسرته، ما عندوش صنعه معينه وما عندوش دخل ثابت غير انه هو بيحصل على معاش من التضامن الاجتماعي بقيمه 320 جنيه. 320 جنيه شهري طبعا هم ما يكفوش أسرة ولا يكفوا فرد واحد وإن كان طفل، في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها أو الغلاء اللي احنا بنمر بيه. فإحنا بنناشد النهاردة وزارة التضامن الاجتماعي وكل مسؤول بيسمعنا النهاردة ويقدر ان هو يساعد بأي شكل من الأشكال بحيث ان هو يوفر له. موجودة دلوقتي أرقام الشكاوى أو الأوراق اللي هو بعتها لنا من خلال رسائل الصفحة، وفيها أرقام الشكاوى، كل أرقام الشكاوى اللي هو تقدم بيها لجميع المسؤولين. طبعا هو ما تردش عليه لحد دلوقتي وما اشتغلش ولا في قطاع خاص ولا في قطاع عام. هو مش طالب حاجة معينة، هو طالب بس مصدر دخل يوفر له حياة كريمة ما بين الناس، لأنه هو بيعول أسرة وكمان بيعول إخواته، وهو ما لهمش مصدر دخل غيره. احنا من خلال الحلقة هنستقبل مكالمات حضراتكم، اللي عايز يساعد في حل المشكلة او اللي عايز يستفسر اكتر، واحنا كمان هنحط رقم التواصل معاه هو شخصيا بحيث انه يبقى في تواصل معاه لو في حل لمشكلته. هنرجع مع نبتدي نستقبل بقية فقراتنا ان شاء الله مع زميلي طارق. اهلا بك يا طارق. اهلا بك، ازيك يا فوزي؟ انا طولت عليك، ولكن كان لازم يحق علينا ان احنا نعرض المشكله. احنا بنشكر طبعا اداره البرنامج على الفقره الجديده دي، ويا ريت طبعا نقدر نقدم من خلالها المساعده لاي حد محتاج المساعده ان شاء الله، ونكون يد عون لاي حد محتاجها ان شاء الله. احنا موجودين وبنقول لكم ان احنا موجودين وبنستقبل كل الرسائل وبنعرض كل الرسائل، سواء اللي حابب يعرض او يعرض اسمه او ينوه عن نفسه او اللي مش حابب، فده احنا بنرحب بيه وبنساعد، سواء حتى حابين نعرض المشكله او مش حابين، احنا موجودين وهنكون ان شاء الله في مساعدتكم وهنقف جنبكم ان شاء الله لحل المشكله. طبعا التواصل معنا من خلال طبعا موقع السوشيال ميديا الفيسبوك او من خلال الواتساب، ارقامنا كلها نازله على المواقع وعلى صفحه البرنامج الرسميه. ابدا معاكم، صباح الخير حضرات الساده المشاهدين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، وحشتونا طبعا الفترة اللي فاتت. النهاردة طبعا عندنا موضوع جديد هنتكلم فيه، موضوع الكورونا. هو مش جديد طبعا، هو الموضوع كان موجود ورجع اختفى شوية ورجع ظهر تاني،
فطبعا لازم نفتحه تاني ولازم نعرف ايه اسبابه، وخصوصا بعد النهارده في حاله كانت موجوده في الشارع المصري بقى لحوالي 5 ايام، منتخب الناشئين. منتخب الناشئين طبعا كلنا تابعنا وعرفنا 14 حاله كورونا ظهرت مره واحده. احنا كان عندنا ماتش تقريبا اول امبارح، كنا نلعب ليبيا، بسبب حالات الكورونا انسحبنا او كفى اعتبرنا منسحبين، فالكورونا رجع. فالنهارده احنا مستضيفين معانا دكتور حسام الدين، اخصائي الجلديه والتجميل والليزر، هنفتح معاه موضوع الكورونا. رحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. دكتور حسام ادمن في جروب اغاثه مرضى الكورونا والعلاج بالمنزل من خلال جمعيه اطباء بالتطوع، مظبوط؟ تمام. طب احب اعرف بدايه من حضرتك ايه هو الهدف من انشاء الجروب؟ والله هو الجروب ده احنا بداناه في اول عيد الفطر المبارك. تمام. كان اول يوم العيد طبعا كانت الذروه الاولى بتاعت انتشار الفيروس، بدايه تفشي المرض. تمام. طبعا الحالات كانت من نهايه رمضان كان بدا الحالات تزيد والمضاعفات تزيد وفيات والكلام ده. فجينا اول يوم العيد لقيت طبعا ناس كتير معارفي وناس حواليا وعلى الفيسبوك ناس كتير عماله تكتب حالات بتموت، فالموضوع كان ايه، كان صعب جدا. فجالنا فكره ان احنا نعمل جروب على الفيسبوك، احنا مش عارفين نتواصل مع الناس مباشره، طبعا في مستشفيات عزل وهي اللي خاصه بالتعامل مع المرضى. المستشفيات العاديه كانت في اجازات فيها كمان بسبب ان ايه، بيحاولوا يوقفوا العدوى او كده. تمام. برضو العيادات الخاصه والمستشفيات الخاصه كلها كانت متوقفه تماما عن التعامل مع اي مريض كورونا، لان ما فيش خبره بالموضوع. فطبعا الموضوع كان اشبه يعني بحاجه يعني كبوس. ازمه جماعيه كبيره جدا، الناس كتير تعبانه وناس كتير عندها مضاعفات والناس مش فاهمه كمان تتعامل ازاي مع المرض. فالناس ما بتاخدش علاج، مستنيه ما يلاقوا حد يقابلهم الاول يقول لهم انتوا عندكم ايه وهتاخدوا علاج ايه، لسه موضوع جديد. فلقينا الموضوع طبعا حاجه يعني كارثه، يعني ناس كتير بتموت يعني بعدد كبير جدا. فجالنا الفكره ان احنا نعمل الجروب ونبدا الجروب ده على الفيسبوك، بحيث ان احنا نقدر نوصل الناس عن طريق السوشيال ميديا. وقلنا هنستعين ببعض، احنا اطباء. تمام. في كذا طبيب مننا، طبيب رعايه، طبيب قلب، طبيب صدر، يعني جمعنا بعضنا كده على قد ما نقدر. يعني طبعا هو كان انا كنت بادئ لوحدي الاول. تمام. فكره الجروب، واول ما بدات طبعا لقيت الجروب بيكبر بسرعه، لان طبعا المشكله كبيره طبعا. فالناس اول ما شافوا الجروب بدا يخشوا ينضموا ليه. فاول ما لقيت كده طبعا بيتكلم زمايلي طبعا الاطباء اللي هم في ايه تخصصات الخاصه بالتعامل مع المرضى، سواء في الرعايه او في الصدر او القلب او كده. وبدانا واحده واحده، وصلنا لحوالي اكتر من 15 طبيب، ولسه حد الان الحمد لله احنا ايه بنرد على المرضى على الصفحه وعلى الجروب. تمام. وبدا انشاء الجروب طبعا كان الفكره منه الاول نشر وعي، لان احنا كنا بادئين في الاول كان في مشكله كبيره ان الناس ما بتاخدش علاج ومستنيه ما يتشخصوا الاول او يعملوا مسحه بتطلع ايجابيه او سلبيه، وبعد ما تطلع المسحه ونتيجتها طبعا كانت بتتاخر في الاول يبداوا ياخدوا العلاج، بيكون طبعا المضاعفات اشتغلت ويكون المريض دخل في مرحله خطيره. فكان هدف الجروب ان احنا نقول للناس ابدا علاج على طول وما تستناش مسحه. وطبعا اعراض الكورونا طبعا كلنا عارفين ان هي متشابهه مع اعراض الدور البرد العادي او الانفلونزا، هو برضه فيروس زي اي فيروس من فيروسات الانفلونزا، بس هو طبعا شديد شويه واعراضه شديده وفي بعض الحالات بيعمل تجلطات ومشاكل كبيره يعني. فطبعا كنا بنقول للناس كلها ما حدش يستنى مسحه، ما حدش يستنى ما يتشخص، ابدا العلاج بدري، ابدا اول ما تحس باعراض ابدا علاج. طبعا اول علاج واهم علاج معانا في الموضوع هو الراحه. يعني طبعا اي مريض برد في العادي زمان لما كان بيجي لنا برد ولا حاجه كان بيعمل ايه؟ الطبيعي المصريين كلهم يشرب شويه ليمون، ياخد قرص مثلا حاجه بتاعت البرد زي كونجستيرا والحاجات دي، وينام كويس ويدفي نفسه كويس عشان يخف. بالظبط. فطبعا انت بتقاوم الفيروس بالراحه وعشان ترفع جهاز المناعه بتاعك. طبعا اللي كان بيحصل مع كورونا كان العكس تماما، اول ما يلاقي اعراض ويشك في نفسه ويخاف على نفسه يبتدي ينزل يلف على المستشفيات مع قرايبه طبعا والناس اللي يعرفوه، ويروح المستشفى دي لا مفيش عزل عندنا، يروح المستشفى دي. فطبعا ضغط عصبي ان هو عمال يلف على المستشفيات بجانب ان مفيش راحه، ما بياخدش راحه طبعا، تعب بيتضاعف ومستني عشان ياخد علاج. الفيروس طبعا بيهاجمه بشده، جهاز المناعه بينهار بسرعه قدامه. فطبعا كان فكره الجروب ان احنا نكلم الناس ونقول لهم ازاي الوقايه. انا بقى عند كلام الناس واسفل عفوا للمقاطعه، ازاي كنت بتتواصلوا مع الناس؟ يعني ازاي بتوصلوا لهم العلاج او ازاي الناس كانت بتتواصل مع حضرتك؟ والله الفكره الاول بدات كده تدريجيا، ان احنا بدانا بالجروب الاول، فانا كنت ادمن الجروب، فالناس كانت بتبعت لي على الخاص على طول، كنت بدخل كذا طبيب معايا، قلت معانا دكتور فلان ودكتور فلان برضو يبعتوا له على الخاص. وقال لي ان الفكره دي صعبه شويه لان كل دكتور بيجي له الحالات لوحده وبنقعد نستشير بعض على جروب ماسنجر احنا عاملينه. فجالنا فكره ثانيه وقلنا لا احنا نعمل بيدج بنفس اسم الجروب، والناس تتواصل معانا عن طريق البيج على رسائل البيج، بحيث الرساله بتيجي كلنا بنشوف الرساله. فاي حد فينا محتاجين نستشيره بنقول له خش شوف الرساله. اسم الفلاني مثلا احنا مثلا شخصناه كذا بس لسه عنده مشكله او في حاجه ممكن نضيفها او
طب ازاي بيتم تشخيص الحاله من خلال الرسائل او من خلال ايا كان الاعراض اللي هو بيذكرها وبس، ولا حد بيزوره في البيت فبيشخص؟ ده بيكون التشخيص عن بعد ولا عن حد بينزل زياره منزليه؟ اولا هو التشخيص عن بعد في اغلب الحالات. تمام. القصة التشخيص طبعا معانا ان احنا عارفين طبعا ان فيروس كورونا عشان نقول في فيروس او ما فيش، او العدوى حصلت او لا، او الشخص ده ايجابي او لا، لازم نعمل مسحه، لان في ناس ما عندهمش اعراض وبنعمل لهم المسحه بتطلع ايجابي طبعا. فاحنا دورنا في الجروب مش بنعمل مسحه ولا بنوجه للمستشفيات، احنا بنساعد المرضى اللي مش قادرين يوصلوا المستشفيات. تمام. او المرضى اللي موجودين في المنزل برضه حصل اعراض لسه في بدايتها خفيفه وخايف ينزل المستشفى عشان ما يختلطش بمرضى تانيين ويجي له عدوى وممكن ما يكونش عنده العدوى اصلا. فاحنا بنتعامل طبعا، هو الفيروس ملوش علاج رسمي او علاج اساسي مثلا قد علاج الفيروس او مضاد الفيروس، ولكن العلاجات الموجوده كلها علاجات اعراض، وكل العلاجات الغرض منها رفع المناعه وراحه للمريض لحد ما يوصل جهاز المناعه بتاعه يكون وصل لمستوى كويس يقدر يقاوم الفيروس ويبتدي يخف ان شاء الله. فاحنا بنتعامل مع الحالات كلها، احنا بنسمع الاعراض منها، بنعرف السن كام، عدد ساعات النوم بتاعته، بينام كويس ولا لا، في امراض مزمنه، كل الكلام ده بنقعد نسال عليه. طبعا احنا عاملين كده زي يعني سكيما كده للاعراض وللبيانات اللي احنا عايزينها، فاول ما حد بيخش على الصفحه بتطلع له على طول، فيبتدي يملى البيانات بتاعته. بعد ما يملى البيانات بيبعت الاشعه، لو عاملها يبعت تحاليل، نبتدي احنا نتعامل معاه ونتكلم معاه ونقول له بقى حالتك دي ممكن تبقى كذا، في اشتباه، لا دي حاله خفيفه، خد العلاج، ابدا العزل. فبنوجه المريض لحد ما يوصل لمستشفى او يوصل للدكتور. طبعا طبعا الموضوع كان علينا في الاول صعب جدا، لان احنا كنا يعتبر احنا بعد على طول مستشفيات العزل، مفيش حد تاني. حتى الاطباء كانوا قافلين عياداتهم وخايفين يتعاملوا مع المرضى، لسه الموضوع جديد وكله خايف ويقول ده فيروس مميت وخايفين منه جامد. لكن الحمد لله دلوقتي الضغط خف علينا شويه، لان طبعا اغلب العيادات الخاصه الاطباء بيكشفوا عادي على المرضى وبيتعاملوا مع حالات الكورونا عادي، ومستشفيات العزل والمستشفيات الخاصه بتحجز، كل المستشفيات شغاله. فالحمد لله يعني الدنيا الازمه ما بقتش زي اول مره يعني. ولكن برضه طبعا احنا في الموجه الثانيه دلوقتي اللي احنا بنسميها الموجه الثانيه، ان الفيروس طبعا بدا اعراضه تزيد ثاني ومضاعفاته تزيد بسبب بروده الجو طبعا ودخول فصل الشتاء. فطبعا ده بيقلل المناعه شويه ضد الفيروس، وده اللي خلى المضاعفات تظهر من اول وجديد ثاني والاعداد تزيد بشكل ثاني. طب احنا عارفين دلوقتي حضرتك ان الوقايه خير من الف علاج. تمام. ايه هي اهم طرق الوقايه من الفيروس؟ يعني ايه الحاجه اللي تخليني اخد، ايه الاحتياجات اللي انا لازم اخدها عشان اقاوم الفيروس؟ اي نعم مفيش علاج عشان ما يجينيش الفيروس. بالظبط كده. هو طبعا ان ما يجينيش الفيروس دي الحاجه الاساسيه، ان انا اتجنب التعرض لحد مصاب. وطبعا ده احنا جربناه في موضوع الحظر اللي كان موجود، ولقينا الموضوع صعب شويه، الناس قبل الحظر برده كانوا بيتجمعوا وفي المناسبات بيتجمعوا في تجمعات في كل طبعا الأحوال. فطبعا احنا بنقول بنرتدي الكمامه، وبرده الكمامه برده ما كانش طول الوقت الناس ملتزمه بيها. فطبعا يعني موضوع الوقايه ان انت تتجنب دي بقت صعبه، لان انت ممكن يكون حواليك في اي حته حد عنده ولسه ما فيش اعراض بنت عليه، ومش كل الناس بتروح تعمل مسحات عشان تعرف اذا كان عندها ولا ما عندهاش كل شويه. فطبعا احنا اتفقنا في الاخر يا جماعه يعني الوقايه بتاعتنا الاساسيه ان انا اجهز جهاز المناعة بتاعي ان هو يبقى حائط صد قوي قدام الفيروس. فطبعا الوقاية اهم حاجة هي المناعة. طبعا المناعة عندنا بتنقسم لأقسام كتيرة. لو اتكلمنا على اهم قسم في المناعة اللي هو قسم التغذية، احنا ناكل كويس تمام، وناخد قسط كافي من النوم يوميا، لان في حالات كتيرة اللي شفناها الاعراض بدأت معهم شديدة وبدأت بسرعة، لانهم كلهم كانوا قبل ما يجي لهم الاصابه كانوا مجهدين، واحد بيشتغل مثلا عدد ساعات طويله، ما بينامش كويس، كان في ضغط نفسي عليه، فطبعا ده اللي خلى جهاز المناعه بسرعه يقف يقع قدام الفيروس. طب معدل النوم الطبيعي يعني عشان نقوم من جهاز المناعه؟ طبعا احنا بنتكلم في الحالات الطبيعيه، لو انت كوقايه وما عندكش اي اعراض ما عندكش مشاكل، المفروض تكون بتنام في اليوم 8 ساعات، ويا ريت كمان يكونوا متواصلين. طيب لو واحد بقى مريض عندنا، لا احنا عايزينه ينام اكتر، كل ما هينام اكتر كل ما هيكون الاعراض اقل معاه والمناعه تشتغل معاه احسن. طبعا مشكله المرضى واهم عرض واقوى عرض هو اللي بيخلي الحالات كلها توصل لمضاعفات شديده هو الخوف. الحد بيجي له اعراض ويبتدي يفهم ان هو عنده الفيروس او بيشك ان هو عنده الفيروس، بيبدا يخاف. في حالتين من الموضوع، في ناس بتخاف ان هي بقى عندها الفيروس فبتنكر ان عندها الفيروس، يقول لك انا ما عنديش كورونا، ده دور برد عادي. هو ده طبعا ظاهره ان هو يعني مش خايف، لكن طبعا جواه ان هو خايف يقول ان هو عنده كورونا. فطبعا بيهمل في العلاج وبيحاول يتحايل شويه على العلاج وعلى المرافقين اللي حواليه، لا انا مش هروح مستشفى، لا انا كويس، لحد ما طبعا الحاله تبتدي تزيد منه وفجاه يلاقي نفسه خلاص دخل في مضاعفات. الحاله الثانيه اللي طبعا بيبقى عنده برده ذعر من الاول او خوف جامد وبيحس ان الفيروس يعني بدا مثلا يبدا اعراضه معاه، فاول حاجه بيعملها انا عايز اروح مستشفى. طبعا رحله البحث عن مستشفى طبعا دي انت عارفها في كل دول العالم مش في مصر بس ازمه، لان احنا دلوقتي في مرحله وباء. بالظبط. فطبعا المستشفيات مش بتستوعب الاعداد دي كلها.
فطبعا بينزل يروح كذا مستشفى طبعا، وطبعا الضغط العصبي اللي احنا قلنا عليه في اول الحلقه بيبدا بقى يشتغل معاه، ان هو المستشفى دي لا مفيش مكان مفيش مكان، التفكير لوحده بيتعب يعني، مجرد التوتر توتر توتر ده توتر كل ده وحاسس ان هو زي ما يكون كده في عداد وقت بيمشي معاه، والوقت بقى عمال ينزل وهو لسه ما لقاش المستشفى اللي هيدخلها، وفي الاخر بيضطر يدخل مستشفى خاصه لو هو مقتدر شويه، لو مش مقتدر بيدور على دكتور طبعا في عياده، قلق بقى وتوتر، وطبعا ما بينامش كويس وخايف على نفسه وكل اللي حواليه قلقانين عليه، كل الجو التوتر اللي موجود ده بيزود طبعا مضاعفات الفيروس وبيخلي المناعه تقل والتجلط بتاع الفيروس بيبتدي يزيد. عندنا عايزين نقول كيفيه تاهيل كبار السن، يعني انا عندي طبعا ناس كتير وفئه كبيره جدا من كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، ازاي ان احنا ناهل الناس دي او ان هي نخليها بتحمي نفسها من الفيروس، واذا حصل لا قدر الله وجالهم فيروس ازاي نتعامل معاه؟ طبعا احنا عندنا الاولويه فعلا يعني من الناس اللي اضعف مناعه او المضاعفات بتظهر فيهم اكتر هم فعلا كبار السن، وده بسبب حاجات كتير طبعا. طبعا كبار السن اغلبهم بيبقى عندهم امراض مزمنه، والامراض المزمنه دي طبعا بتبقى مأثره على جهاز المناعه، زي مرض السكر، زي الضغط، امراض الكلى، امراض الكبد، كل الامراض دي طبعا بتاثر على جهاز المناعه، فطبعا دول عرضه اكتر للمضاعفات بتاعه الفيروس. الحاجه الثانيه برضو في كبار السن ان الحركه عندهم قليله، وطبعا موضوع الحركه القليله ده بيخلي طبعا موضوع تجلط الدم اللي بيحصل نتيجه الفيروس بيبقى ايه اقوى شويه من الناس اللي سنهم صغير او الاطفال او كده. طيب ازاي ناهل كبار السن؟ طبعا كل واحد عنده حد كبير سن ايام الحظر كان بيعمل ايه؟ كان بيحبسه في البيت، يقول لك لا انا مش هخليه ينزل البيت عشان ما يتعديش. طب ما انت بتنزل من البيت، ما انت ممكن تتعدي وترجع تعدي، وممكن ما يظهرش عليك اعراض وتعدي، وده حصل في حالات كتيره، يبقى حد كبير سن يقول لك انا ما خرجتش من البيت وبرغم كده جالي الاصابه، وتلاقي كل البيت عنده ما فيش اعراض، وتلاقي حد منهم سبب بنعمل له مثلا المسحه اللي هي ايجابيه برغم ما عندوش اعراض. طيب هو انا الحل ان انا احبسه في البيت او ان انا اقول مش هعرضه لحد يتصاب منه؟ هو ده طبعا جزء من العزل او الوقايه، ده طبعا جزء، لكن الجزء الاساسي ان هو لو عنده امراض مزمنه انا ابتدي اعمل له حاجه اسمها كنترول. ما ينفعش حد مثلا يبقى عندي مريض سكر وانا مهمل فيه وما اعرفش سكره كام، ما بتابعش السكر بتاعه حتى لو شبه اسبوعي، وبنشوف حالات كتير كده تقول له انت مريض سكر يقول لك اه اخر مره قست السكر انت، يقول لك من شهرين، وتلاقي سكره عالي وقاعد مش حاسس. طبعا المتابعه يعني احنا بنتكلم ان اي امراض مزمنه المفروض يبقى في متابعه باستمرار، بس طبعا احنا عارفين طبعا ان في ناس كتير مهمله او بيتعامل مع المرض ان هو اتعود عليه، عنده سكر بقى له 10 سنين مثلا، فالاول كان بيروح كل شويه للدكتور، بعد كده بقى خلاص بقى ايه كل فتره كده ما يحس ان هو تعبان يبقى يروح. برضو امراض الكلى وامراض الكبد كل الامراض دي، فهتلاقي المرضى دول لو انت مش متابعهم، وطبعا مش المرضى نفسهم اللي هتابعوا نفسهم، هم اغلبهم كبار سن، لازم فكبار السن دول اولاده احفاده الناس اللي حواليه جيرانه، طبعا لازم يكون في تكافل اجتماعي في موضوع الوباء اللي احنا فيه دلوقتي، ان اي حد حواليك كبير سن يبتدي تساله انت عندك امراض مزمنه، طب انت مظبط علاجك، طب تعال نروح للدكتور نشوف اخباره ايه، العلاج بتاعك ايه. في طبعا حاجات طبعا احنا نطمن على الصحه العامه بتاعته، الكوليسترول، الدهون الثلاثيه، هل هو عرضه للتجلط، هل هو مدخن، طبعا الناس المدخنين طبعا عرضه للتجلط اكتر من الناس العاديه، مشاكل في شرايين القلب، نبتدي نشوف ايه المشاكل اللي عنده، اللي هو لو جاله الفيروس هيحصل تجلطات فعلا، طب هو محتاج ياخد ادويه سيوله، يبقى كده لازم نزور الطبيب او الطبيب الخاص بيه اصلا اللي هو متابعه، ونبتدي نقول له ممكن نديله علاج سيوله ممكن او ما ينفعش. طبعا علاجات السيوله طبعا هي مهمه جدا، ولكن طبعا ليها اثار جانبيه، فما ينفعش تتاخد من غير اشراف طبيب طبعا. هي عامل مهم علاج، يعني بشوف دايما او بسمع انه بياخد دايما الحالات حتى اللي مش مصابه او اللي هي مش عارفه ان هي عندها اعراض، دايما بتكتر في علاج السيوله دايما، وتقول ان هو مهم جدا في علاج الفيروس. هو ما ينفعش يكتر، حضرتك مفيش حاجه اسمها يكتر طبعا، طبعا كل علاج له جرعته تمام. وكل مريض حسب الحاله بتاعته، فكلمه دواء السيوله ويكتر في جرعته دي مش بمزاج المريض طبعا، او مزاج الحد اللي هو الكبير سن او حد خايف عليه يقعد يديله ادويه سيوله على الفاضي المليان، طبعا ممكن يكون ليها اثار جانبيه ومشاكل ثانيه. لا هو لازم طبعا نشوف دكتور يزوره ويقول له انا حالتي كذا كذا كذا، وهو يحدد الدواء ايه المناسب ليه اذا كان هو محتاجه فعلا تمام. طبعا الجانب الثاني بقى غير الامراض المزمنه وان احنا نعمل عليها كنترول، اغلب كبار السن بيهملوا في موضوع النوم وما بيناموش كويس. طبعا مع كبر السن بيبتدي يحصل زي كسل في المخ شويه في بعض الهرمونات او الحاجات اللي هي بتساعد على النوم والراحه، فتلاقي اغلب الناس الكبار السن بيناموا قليل وبيقلقوا كتير وينامهم مش متواصل، فالنقطه دي برضو ناخد بالنا منها كلنا، لو حد معاه حد كبير سن يبتدي يتابع ساعات نومه، لان ساعات النوم او النوم الكافي ده هو اساس جهاز المناعه. حتى الامراض المزمنه زي الضغط والسكر وكل الامراض دي لو بينام كويس بيبقى المرض عنده هادي، ما بيبقاش عامل مشاكل جامده.
لكن لو نومه قليل ليه مثلا يقول لك انا باخد علاج السكر في ميعاده وماشي على النظام اللي الدكتور قايل لي عليه وماشي على كل حاجه، بس طبعا قله النوم دي عامله ستريس، عامله ضغط عصبي، فيبتدي سكره بيزيد وضغطه بيزيد حتى لو بياخد العلاج. فطبعا النوم ده جزء مهم جدا 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 في الوقايه كمناعه وفي العلاج برضو في الناس اللي بيجي لهم الفيروس او بيجي لهم اي مشاكل من الفيروس. نخش المكان تاني خالص دلوقتي، احنا دلوقتي مع دخول المدارس والجامعات والكليات، طب الاطفال ايه مدى خطوره اللي هم ممكن يتعرضوا ايه يعني، وايه طرق الوقايه اللي احنا نحاول نحمي بقى اطفالنا، اطفالنا كل يوم في المدارس دلوقتي؟ والله هو الاطفال احنا قلنا من اول الموضوع برضو بتاع الفيروس ان الاطفال الحمد لله اقل عرضه للمضاعفات وكلهم بيجي لهم الدور بشكل خفيف جدا وبيخفوا، ونادر جدا جدا الحالات اللي فيهم اللي ظهر فيها مضاعفات او حصل فيهم مشاكل. ولكن طبعا مشكله الاطفال دول ان هم يعتبروا مصدر للعدوى، ان ممكن الطفل بيجي له الاعراض وبيخف عادي مش عارف بس عارف. بس طبعا هينشر للعيله كلها اللي حواليه. فبرضه نفس الكلام اللي بنتكلم فيه في الوقايه، برضه التغذيه السليمه تمام. طبعا الاطفال كلهم بياكلوا الحاجات اللي هي الحلويات والحاجات دي اكتر من الاكل العادي، فطبعا كل ام تاخد بالها من ابنها او بنتها ان هي طبعا تاكل اكل صحي، فيخلوا الحاجات دي قليله شويه معاهم بحيث ان هم يجبروهم ان هم ياكلوا اكل صحي. هم الاكل الصحي بتاعنا معروف، اللبن غني بالزنك والبروتينات وكل الحاجات المفيده لجهاز المناعه، الخضروات، اللحوم، النوم طبعا كويس برضو، شرب سوائل كتير، فكل الحاجات دي مهمه لجهاز المناعه سواء للاطفال او للكبار. انت كنت مع عوده المدارس الفتره دي ولا كنت شايف ان احنا المفروض ناجلها شويه؟ والله هو طبعا موضوع المدارس طبعا في اوله كان لسه الدنيا هاديه في موضوع الفيروس، كان لسه الموجه ما بداتش، فطبعا يعني برضو في مصلحه عامه برضو ان ما ينفعش الدراسه تتوقف طبعا. فاحنا بنمشي طبعا مع التداعيات الموقف اللي بيحصل مع الفيروس، كل ما الفيروس يبتدي يبدا يزيد او يبدا انتشاره يزيد او ما فيش سيطره عليه الاجراءات الاحترازيه بتاعتنا لازم تزيد معاه، لازم تزيد. وبرده الاجراءات الاحترازيه دي لازم برده يعني نحطها بعقل، هل هي هتفيد فعلا ولا مش هتفيد؟ لان طبعا لان احنا طبعا موضوع الحظر لما حصل اكتشفنا بعديه ان حتى في وجود الحظر برده الحالات كانت بتزيد، لان الناس برده كانت بتتواصل بشكل او اخر. موضوع اللي هو العزل الاجتماعي ده طلع موضوع صعب جدا في دول العالم كلها مش في مصر بس، عشان ما ننتهمش المصريين يعني، لكن هو كل دول حتى في ايطاليا يعني عملوا لهم حظر كلي وبرده الحالات كانت عماله تزيد، فسابوهم بقى خلاص قالوا لهم انزلوا بقى، ما الموضوع خلاص مش عارفين يوقفوه يعني. هرجع تاني لادويه السيوله، معلش اتفضلي. من اللي هم يعني الحالات اللي بتحتاجها ايه، وايه الجرعات اللي ممكن ناخدها، ولا هي بتختلف من مريض لاخر، ولا علشان هو الفيروس واحد فبتبقى الجرعه ثابته؟ حضرتك فسر لنا. وحضرتك بتتكلمي على ادويه السيوله في الناس اللي عندها الفيروس ولا الناس اللي ما عندهاش؟ لا اللي عندها فيروس. هو احنا دلوقتي طبعا من البدايه الفيروس بيراهن على، او الوقايه من الفيروس بنراهن فيها على وعي الشعب، وعي الشعب سواء او الـ او الـ او المواطن نفسه، سواء بقى في ان هو يحافظ على نفسه او يحافظ على غيره او في الادويه نفسها. فهو طبعا زي ما قلت لحضرتك انه في ناس كتير بتاخدها وهي فاهمه ان هي كده بتحمي نفسها من الفيروس، وفي ناس تانية بتاخدها بكترة وهي عندها الفيروس. فعايزة حضرتك تفسر لنا ده وتقول مين هم اللي ياخدوا أدوية السيولة، وإيه هي الجرعة لو هي ثابتة، وياخدها إزاي يعني، إمتى ياخد أدوية السيولة؟ احنا عندنا قسمين. الأول في ناس ما عندهاش الفيروس وخايفين يجي لهم الفيروس فعايزين يكونوا مستعدين. طيب. الناس دول اللي هم عندهم عرضة للتجلط، طيب، اللي ممكن يحصلهم تجلطات بسهولة. فدول زي إيه مثلا؟ زي الناس المدخنين، اي حد مدخن وذات الناس الهيفي اللي بيدخنوا تدخين جامد المفروض يمشوا على ادويه سيوله لو ما عندهمش مشاكل تمنع انهم ياخدوها. تمام. الناس اللي عندهم كوليسترول عالي باستمرار، عندهم امراض زي السكر، عندهم مشاكل في شرايين القلب، يعني في حالات كتيره طبعا بيحصل فيها زياده في التجلط. وطبعا ده برضه اللي بيحدده الطبيب المعالج. فاحنا بنتكلم ان كل حد سنه مثلا كبير شويه معدي ال 40 ولا حاجه يبتدي يتابع مع الطبيب الخاص بيه ويساله اذا كان فعلا محتاج لادويه سيوله او هتنفع معاه ولا لا. فده جزء الوقايه. طب جزء المرضى بقى، طبعا احنا عندنا الفيروس اعراضه بتنقسم لكذا قسم، في ناس ما عندهاش اعراض اصلا، وفي ناس اعراضها خفيفه، وفي ناس اعراضها متوسطه، وفي ناس اعراضها شديده طبعا. فالناس اللي اعراضها يعني خفيفه بنقول عليهم خفيفه، فدول ما بيحتاجوش احنا نديهم ادويه تجلط ولا حاجه، بياخدوا علاجهم عادي، وما دام خف مثلا خلال يومين او ثلاث ايام واعراضه بقت هاديه وما بقاش فيه مشاكل، خلاص احنا بنطمن عليه وبنقول له بس تشرب سوائل كتير ونام كويس، اللي هو جهاز المناعه اللي احنا اتكلمنا عليه احنا بنهتم بيه مع العلاج اللي هو بياخده. طيب
حالات بقى متوسطه وحالات شديده. طبعا الحالات المتوسطه والشديده دول مكانهم اصلا مش ان احنا نقول لهم هنا على الهواء خدوا ادويه او ما تاخدوش، دول مكانهم في المستشفى بصراحه. يعني الدكتور هو في المستشفى اللي هيحدد الحاله دي تحتاج ايه. طبعا ادويه السيوله عندنا في بدءا من الاقراص لحد الحقن، زي يعني في حقن مشهوره بتتاخد في الحالات الشديده وبتتاخد كل 12 ساعه بجرعات كبيره، لان هنا الفيروس خلاص بدا يعمل تجلطات شديده والتهابات جامده في الرئه زي الجهاز التنفسي بالذات. وطبعا هنا ما عايزين ننقذ المريض ان احنا عاملين نعمل له سيوله في الدم بادويه التجلط دي. تمام. فاللي بيحدد الجرعه الدكتور او الطبيب او المستشفى اللي هو المريض محجوز فيها. يعني حضرتك تنصحهم بانه ما ناخدش غير بعد استشاره الطبيب. غير بعد استشاره الطبيب. ولو الفيروس بادئ معاك وانت سنك معادي ال 40 وحسيت الاعراض بدات تشد معاك، كلم الطبيب الخاص بيك وقول له ايه دواء السيوله الخاص بيا. مش لازم تروح مستشفى لو انت مش قادر تروح مستشفى او خايف تنزل المستشفى او مفيش مستشفى قادر تستقبلك، كلم الطبيب الخاص بيك ويبدا على طول تاخد دواء السيوله. ده الكلام ده لو انت اعراضك متوسطه. ايه الاعراض المتوسطه؟ حراره مثلا بقى لها يومين او ثلاث ايام مش عايزه تنزل، بدا يحس بمشاكل في الجهاز التنفسي، بدا مش قادر ياخد نفسه، بدا يحس باعراض شديده يعني صداع ما بيروحش، حاجات كتير مثلا بتاخد علاج كويس بس برضو العلاج مش جايب نتيجه. هنا بنبدا نقول بقى الاعراض دي بدات في اعراض متوسطه. طبعا الاعراض الشديده بتاعتنا اللي هو ضيق النفس، طبعا دي العرض المشهور جدا ان الحاله تبتدي تقول انا مش قادر اتنفس، هنا بقى بيحتاج بقى انبوب اكسجين، بيحتاج يخش الرعايه. دي الحالات الشديده. طبعا الحالات الشديده دي اكيد اكيد لازم ياخد دواء سيوله. انا باخد من كلام حضرتك برضو محتاجين نفرق دلوقتي ما بين الفيروس وما بين البرد، لان احنا دلوقتي داخلين على الشتاء فحالات البرد بتزيد طبعا، فاحنا عايزين نوضح ايه الفرق ما بين الفيروس، اعراض الفيروس بمعنى اصح، واعراض البرد، واعراض لو في اعراض تانيه جانبيه ممكن تظهر لاي حاجه تانيه ممكن، يعني مثلا البرد ايه اعراضه، وازاي اقدر افرق ما بين البرد والفيروس. كويس ان انت سالت السؤال ده، عشان السؤال ده يعني في مشكله كبيره ما بيننا الفتره اللي فاتت. طبعا دور الشتاء دخل ادوار البرد كتير بالزبط. فالناس كلها تقول انا عندي دور برد عادي، لا ده مش كورونا، عشان شايف ان اعراضه مش شديده. مفيش اي فرق بين دور البرد وبين اعراض الكورونا. اي دور بيجي لك هو محتمل واشتباه ان انت حاله كورونا. ليه؟ اولا احنا طبعا عرفنا ان الكورونا ممكن يجي مره واثنين وثلاثه، وفي حالات حصل لها كتير كده ومنهم اطباء طبعا، وحالات كتير حصل لها وفاه. بسبب تغير في الموجه الثانيه، احنا كان اعتقادنا في الموجه الاولى ان هو بيجي مره واحده وطالما جه وخف. لا ما كانش اعتقادنا، هو طبعا الفيروس جديد علينا وكانوا بيقولوا ان لما بيجي مره بيعمل مناعه شهرين او ثلاث شهور. ده كلام طبعا كان منظمه الصحه وكده، وكان كلام مش مؤكد برضو. وبعد كده قالوا لا ده في حالات حصلت، وبداوا يرصدوا حالات في اماكن مختلفه، وفي مصر حصل حالات زي كده من الاطباء بالذات، ان الحاله جالها مره واثنين وكل مره بيجي لها باعراض اشد، يعني ما خدش مناعه قويه ولا حاجه. فموضوع تكرار الفيروس وارد، ما فيش حد يقول انا جالي الفيروس مش هيجيني تاني، لا احتمال كبير ممكن يجي لك تاني عادي لو تعرضت للعدوى برضه هيجي لك. تمام. فما فيش اي فرق بين اعراض البرد واعراض ايه الفيروس، الا اللي هيفرق لي ايه مفروض المسحه. طب المسحه المفروض بتطلع ايجابي، لو طلعت ايجابي بقى انت اكيد فعلا عندك كورونا. طب لو طلعت سلبي هل دي تنفي ان انت عندك كورونا؟ اكيد لا، اكيد لا. ليه؟ لان طبعا المسحه عندنا الحساسيه بتاعتها حوالي 65%، يعني في 35% وارد ان يكون الحاله ايجابي وتطلع سلبي. وطبعا ساعات بنحتاج ان احنا نكرر المسحه مرتين وثلاث مرات كمان. فطبعا كل ده مش كل حد هيقدر يعمله. فاذا انا جالي اعراض برد اتعامل ان انا كورونا. هتعامل ان انا كورونا ازاي؟ طبعا كله بيخاف عشان موضوع العزل والكلام ده. على قد ما اقدر ان انا اتجنب ان انا اتواصل مع حد مباشره، البس كمام عشان احمي الناس اللي حواليا، ابتدي اخد فيتامينز زي الزنك وزي الفيتامين سي، اشرب عصير ليمون، اشرب لبن، انام كويس، ابتدي اخد بالي ان جهاز المناعه ابتدي اظبطه، ان انا يا برد عادي او كورونا هما الاثنين معايا سواء. يعني حتى لو عندي دور برد عادي وانا كده هاخد علاج. طب ما انا ابدا علاج على طول وارتاح واقعد في البيت، حتى لو بشتغل ولا حاجه انبه مثلا في الشغل عندي يا جماعه انا عندي دور وشك ان انا كورونا، انا محتاج ارتاح عشان ما اذيش حد. لكن ما افضلش بقى اضغط على نفسي واقول لا يعني ده دور خفيف، وابتدي انزل شغلي واتحرك واعمل مجهود جامد، وفجاه طبعا مع المجهود الشديد والضغط العصبي والفيروس عامل مضاعفاته الشديده وتلاقي الحاله وقعت مننا. طبعا يعني كده احنا بنقول للناس ان مفيش فرق ما بين البرد وما بين الكورونا، اعراضهم كلها في الاول كلها شبه بعض، فاي حد حاسس بدور برد ما يستبعدش خالص فكره ان هو يكون مريض كورونا، وده بعد الشر طبعا. فلازم ناخد لازم نفرق، ولازم نبقى عارفين كويس جدا الاعراض هي هي مفيش اي فرق خالص. حضرتك المريض اللي خف خلاص ما بقاش عنده كورونا بعد الشفاء، ده بينقل عدوى برضه ولا هو كده خلاص بقى يعني بقى زيه زي الاصحاء، ما بقاش ينقل عدوى او ما بقاش منه خطوره على المخالطين او اللي حواليه او الاصحاء اللي حواليه؟
طبعا احنا في الاول كانت الاعداد قليله، ما كانتش كبيره قوي كده، فكان اي مريض بعد ما بيخف طبعا من الاعراض بتاعته انتهت، فكانوا بيعملوا مسحه طبعا مره واثنين وثلاثه خلال مثلا اسبوع وبعد كده اسبوعين. في ناس كانت بتطلع ايجابي لحد بعد ما بيخلصوا الاعراض بتاعتهم بشهر كمان. وبعدين الكلام ده قالوا لا، ده البروتين بتاع الفيروس نفسه هو اللي بيبقى عامل الشكل الايجابي ده في المسحه، فلا الموضوع ما بيطولش الفتره دي كلها ويفضل المريض برده ايه معدي. يعني الكلام المتفق عليه اخيرا ان احنا بنقول اخر عرض حصل معاه حراره، طبعا وجود الحراره او ارتفاع درجه الحراره ده وجود ان الفيروس لسه موجود والمناعه بتهاجمه، فاول ما الحراره بتنزل وبتهدى معنى كده ان الفيروس بدا ايه يقل بوجوده في الايه في الدم وبدا الجسم يسيطر عليه. فاحنا بنقول اخر عرض حصل معاك قوي سواء الحراره او الصداع الشديد او الحاجات دي ووقف خلاص، بعديه المفروض بتحسب 10 ايام لاسبوعين وتقول كده انا خلاص بقيت تمام، خفيت تماما وما عنديش حد. ما هو في حاله ان هو ما عندوش حاجه، في حاله ان هو ما عندوش حاجه هو ما يعرفش بقى، ما بقاش معدي للي حواليه، ما بقاش معدي بعد ما خلص اعراضه باسبوعين. يعني النهارده اخر عرض حصل عندي وخلاص خفيت النهارده وحاسس ان انا بقيت كويس وما عنديش اي مشاكل ووقفت علاج والحمد لله بقيت كويس ومارس حياتي كويس ومفيش تعب في النفس ولا صداع ولا اي حاجه. من النهارده كده قدامي من 10 ايام لاسبوعين عشان اقدر اقول ان انا خلاص تماما ما اقدرش اعدي حد. بعد ما يفوت اسبوعين ما بقاش معدي وبقى زيه زي معدي. الاصحاء عادي، ما بقاش عنده اي بقى مشكله. بقى صحيح تماما. تمام. يعني عندنا عايزين نعرف المصل ويعني اهميته او مدى فعاليته ومن هم اللي يقدروا يحصلوا عليه، ولا حضرتك تقدر تكلمنا عن المصل ومدى فعاليته واولوياته؟ يعني والله هو طبعا المصل وزاره الصحه هنا في مصر استوردته، وهو المصل الصيني طبعا. والمصل طبعا ده عباره عن الفيروس بشكل صوره، يعني يعتبر بروتين الفيروس او حاجه ميته من الفيروس، لان يعني الفيروس مش حي، ومفروض ان احنا بنخليه الجسم يتعرف عليه عشان يبتدي يكون ايه مناعه ضده، بحيث لو حصل تعرض فعلا للعدوى يبقى المناعه جاهزه اوريدي، يبقى لسه الفيروس مش هيتعرف عليه جهاز المناعه وكده. طبعا المصل لسه في يعني في طور التجربه، يعني طبعا لسه داخل مصر ولسه هيبتدي ان شاء الله ان هو ايه كذا حد هياخده كده. وطبعا في فئات هي الاكثر عرضه او مهمه هم اللي هيبداوا بيهم، طبعا منهم طبعا الاطباء طبعا ان هم في مواجهه مباشره مع الفيروس. يعني يوميا اي طبيب بيتعامل مع حد في عيادته الخاصه او في المستشفى هو كده كده بيتعرض لحد ممكن يكون عنده فيروس، فده اكتر حد بيقابل الجمهور. وبعد كده قالوا ان هم هيبداوا ان شاء الله في الناس اللي بعد كده اللي هم كبار السن برضو اللي هم الاكتر عرضه يبتدوا ايه يدوم المصل. فطبعا نتائج المصل لسه احنا مش عارفينها، ما طبعا في الصين بيقولوا ان النتائج حلوه جدا وان هو جايب نتائج كويسه، طبعا احنا لسه في مصر ان شاء الله هنجربه وهنقول اخباره ايه. هو سواء المصل وصل دلوقتي واحنا هناخده النهارده هناخده بكره، احنا في انتظار اي حاجه طبعا جديده ان شاء الله تكون يعني امل لينا ان احنا نضع الفيروس او ان احنا ان شاء الله ناخد مناعه ضده. فزي ما قلنا برضو لحد ما يحصل ده احنا بنهتم بجهاز المناعه بتاعنا، ان احنا ننام كويس، التغذيه بتاعتنا تكون كويسه، نشرب سوائل كتير، نمارس رياضه، الناس كبار السن ناخد بالنا من الامراض المزمنه بتاعتهم، ساعات النوم بتاعهم وهكذا. طب ارجع لحضرتك تاني من خلال الجروب، ايه هو دور الجروب في اسعاف المرضى؟ يعني ازاي بتقدر تتواصل مع المريض اللي حالتهم حرجه وازاي بتقدر تفيدهم ان هم يقدروا يعالجوا نفسهم في البيت نفسه من غير ما يحتاجوا يروحوا مستشفى؟ طبعا احنا على الجروب اصلا في كذا بوستات كده كتير موجوده كلها عباره عن ارشادات للمخالطين، ارشادات للمرضى، للاطفال، لكبار السن، تغذيه المريض. يعني الجروب كله عباره عن نصايح وارشادات عشان المريض يدخل يلاقي يعني حاجه قدامه كده كامله يقرا فيها ياخد وعي ايه يقدر يعمل ايه ويتعامل ازاي مع الفيروس. التعامل بقى على الصفحه معانا الرسائل للحالات اللي بتجي لنا، طبعا احنا المفروض بنتعامل مع الحالات الخفيفه والحالات المشتبه فيها او اللي حد حاسس مثلا ان هو خالط حد فيجي يقول لي انا خالطت حد وخايف يجي لي الفيروس اعمل ايه؟ بنقدر نقول له مثلا خد اقراص الزنك وخد فيتامين سي ونام كويس واهتم بمناعتك كده الفتره الجايه وراقب نفسك، لو حصل اعراض ابتدي تواصل معانا. طيب بدا يحصل اعراض، بنتعامل مع الاعراض الخفيفه طبعا في الاول، واي عرض خفيف بنتعامل معاه لانه طبعا اشتباه زي ما قلنا، ما فيش حاجه اسمها عندنا مش كورونا الا لو في مسحه طبعا، وبرده المسحه بتنفيذ زي ما قلنا، فاحنا بنمشي مع الاعراض من الاول على انه اشتباه. بنبدا ناخد العلاج بتاعنا بالعلاج خفيف زي البنادول مثلا، زي الزنك، زي الفيتامين سي، ممكن ناخد مضاد حيوي خفيف كده زي الزيسرون او الزيسروماكس، الحاجات اللي هي المشهوره في علاج الفيروس في الاول. طب حالات متوسطه وحالات شديده، طبعا الحالات دي بننصحها دايما انت وصلت المستشفى او تقدر تروح لمستشفى، فبيقول مثلا انا رحت وما عرفتش مثلا اتحجز ما فيش مكان ليا، طب تقدر تروح مستشفى خاصه؟ يعني بنتعامل معاه الاول ان هو يقدر يتعامل مع مستشفى او دكتور، لو لقيناه عاجز تماما عن الموضوع ده بنبتدي احنا نساعده لحد برضه ما يوصل لطبيب. يعني احنا مش بديل للمستشفى او للطبيب، ولكن احنا يعتبر يعني حاجه مؤقته لحد بيقدر يوصل لطبيب. وجود صعوبه ان هو يقدر يتواصل مع طبيب او مستشفى، لان يعني طبعا زي ما احنا قلنا في اول الحلقه
في ضغط كتير جدا بسبب الموجه على المستشفيات. فطبيعي وطبعا ده برضو يعني حصلت حاجه تانية معانا، لقينا برضو ضغط شديد على المستشفيات، وفي حالات مش قادره تدخل وحالات شديده وحالات متوسطه واحنا مش قادرين نساعدهم. فجت فكره ان احنا نجيب انابيب اكسجين وتبرعات من ناس نعرفهم وكده، والحمد لله جبنا عرض انابيب كويس كافي يعني. وكان معانا محمد هواري طبعا مشهور على الجروب قوي، محمد يعني كان هو اللي بصراحه اللي بيروح للحالات بنفسه كل يوم. نشكر استاذ محمد طبعا على مجهوده طبعا وعلى مجهود كبير بصراحه. الحاله دلوقتي لسه برضه مستمر معانا، اي حاله بتحتاج انبوب اكسجين. طبعا انبوب اكسجين ده مش اي حد بنقول له خد انبوب اكسجين، لان في حالات بتحس بضيق تنفس، وطبعا الموضوع ده مهم قوي نتيجه الخوف. يعني الحاله تبقى لسه بادئه اعراض بقاله يوم او يومين ويقول لك ده احنا عندنا حاله عندها ضيق تنفس وعايزين انبوب اكسجين. فطبعا اول حاجه بنقولها له قيس الاكسجين الاول وبعت لنا القياس بتاعه. فلو الاكسجين بتاعه مثلا 90 او اكتر بنقول له لا انت لسه الحاله ايه هاديه، هو بس هو حاسس بخوف او حاسس بتوتر، ده اللي محسسه بضيق التنفس اللي هو مش موجود اصلا في الحقيقه. الحالات بقى اللي فعلا محتاجه انابيب اكسجين طبعا بيروح لها المندوب من عندنا وبيقيس الاكسجين وبيقيس الضغط، احنا مدينه جهاز ضغط ومدينه جهاز سكر ومعاه ماسكات ومعاه كل حاجه ايه يحتاجها المريض، وبنبتدي نتابعه على التليفون طبعا ما يوصل الحاله هناك، وبيعرفنا العلاج اللي هو خده لو كان واخد علاج قبل كده، لو مش واخد علاج بنكتب له احنا علاج، وبنديله طبعا الانبوب الاكسجين بنخليه عنده في البيت، وبنعرفهم ازاي يتعاملوا معاه، وبنبتدي نتابع الحاله برضو ايه على فترات يعني يوم يومين مثلا عدوا، وبنشوف مثلا ايه الاكسجين اتحسن او ما اتحسنش لحد ما نشوف الحاله وصلت للمستشفى، بنطمن على الحاله لحد النهايه، والحمد لله اسعفنا حالات كتيره جدا الحمد لله يعني. يعني حضرتك تقصد ان محدش يستخدم انابيب الاكسجين الا اذا كان مستوى الاكسجين عنده اقل من كام؟ اللي اقل من 90 ده اولا، والحاجه الثانيه ان هو مش لاقي مستشفى، لان برضو حتى موضوع الاكسجين المفروض يكون تحت اشراف اطباء، ولكن احنا بنتكلم على حل مؤقت يعني. كل الحلول بتاعتنا ان احنا زي ما قلنا احنا في مرحله وباء، فمش كل الحالات قادره توصل لمستشفى ومش قادر كل الحالات قادره تتحجز، فاحنا بنحاول نساعد الناس اللي هم ما لهمش امل او احنا اخر امل ليهم. لكن احنا طبعا بنقول يتبقى برضو ان الكلام برضو نفس الكلام اللي احنا بنقوله من الاول، الاصح ان هو يتعامل مع طبيب او مع مستشفى مباشره مش معانا احنا في الاول، احنا حل مؤقت. اللي بيحدد مدى احتياج المريض لانابيب الاكسجين هو الطبيب مش المريض نفسه او المستشفى؟ اه طبعا الطبيب طبعا، احنا طبعا كل الجروب عندنا اطباء، فاحنا بنتعامل برضو مع المريض بنفس الطريقه، وفي طبعا يعني الحمد لله خدنا خبره من كتر التعامل مع المرضى الفتره اللي فاتت، فبنعرف المريض فعلا اللي محتاج. يعني بنسال المريض، المريض مثلا لقيه كبير سن مثلا مدخن، ادويه السكر عنده عالي او الضغط عنده عالي، التنفس بتاعه مثلا قاسوا الاكسجين لو هو اقل من 90، الحاله اعراضها بدات تبقى شديده، هي الحالات دي كلها احنا طبعا بنعمل لها سلكشن او بنختارها، ونقول هي دي الحالات اللي محتاجه انبوب فعلا، وبنتواصل معاهم نعرف مكانهم فين ونبعتهم الانبوب لحد عنده. طب فعلا هل الفيروس مميت؟ يعني هل بيؤدي الى حاله وفاه ولا بسبب الاهمال؟ والله احنا لو هنقول نسبه ان الفيروس حالات الوفاه منه قد ايه، نقدر نقول مثلا من كل 100 ممكن ما يموتش 2 او 3، لكن اللي بيخلي الحالات تموت عدد كتير عدم الوعي او غلط الخطا في الاول اللي في التعامل مع الفيروس. لو زي ما اتفقنا كده ان في ناس بيجي لها خوف وزعر وقلق ويبتدوا ينزلوا يجروا يدوروا على مستشفيات، ويقعد مثلا مقضي 3 4 ايام في انه بيدور على مستشفى، ومن خلال المستشفى هو بيدور ممكن يجي له اصلا العدوى، يعني ممكن يكون هو ممكن اصلا ما عندوش عدوى يجي له اصلا العدوى. فهو الفيروس فعلا يعني مميت في حالات بسيطه جدا زي اي مرض كان في حالات وفاه فيه. يعني الناس اللي عندهم سكر، في ناس بتموت من مضاعفات السكر بس مش نسبة كبيرة، مش كل اللي بيجيله سكر بيجيله الخضة اللي هو أنا هموت، لا مش هتموت، في ناس كتير عندها سكر وعايشة، وفي حالات كتيرة عندها ضغط وعايشة، وحالات عندها مشاكل في الكلى وعايشة. فالناس دي يعني عايشة ازاي؟ مناعة كويسة والدنيا ماشية كويس وهو عامل سيطرة على المرض وبياخد علاجه مظبوط مفيش أي مشكلة. نفس الكلام في الكورونا، لو اتعاملنا مع الفيروس من الأول صح، لو خدنا علاج مبكر، راحة مبكرة، مفيش زعر، مفيش خوف، مفيش قلق، هيبتدي الفيروس يعدي بسهولة والمناعة إن شاء الله تصده. وفي حالات كتير على فكره معانا يعني كنا متخيلين ان هم ممكن يعني ما يوصلوش معانا الحمد لله للشفاء وكده، ولا ويتوفوا او يحصل لهم مشاكل، عندهم امراض مزمنه جامده، سكر وضغط وكلى ومشاكل كبيره، وبرغم كده الحمد لله خفوا. الاراده اهم حاجه. ان ما يكونش في خوف، ان هو يكون يعني هادي وحاسس ان الموضوع بسيط وان شاء الله هيعدي ويكون واثق في الناس اللي حواليه. وعلى العكس شفنا شباب وناس سنهم صغير ما عندهمش اي امراض مزمنه وعندهم اي مشاكل وحصل لهم مضاعفات، وللاسف في منهم ناس توفوا فعلا. فالموضوع ما كانش ليه علاقه اساسي قوي بالامراض المزمنه او المشاكل اللي عند المريض نفسه، اكتر من الحاله النفسيه بتاعته والمناعه بتاعته ضد الفيروس. طيب يا دكتور، بالنسبه للجروب حضراتكم شغالين، بس يعني الجروب ده لو
يعني على مستوى مثلا الجمهورية ولا هو محافظات؟ يعني لو في مريض احتاج مثلا في محافظة مثلا والله ان الحمد هو لله احنا الجروب دلوقتي شغال يعتبر على مستوى مصر كلها، يعني اي حد بيتعامل معانا او بيبعت لنا رسائل بنتعامل معاه وبنكلمه وانه يرشده لكل حاجه. لو احتاج انابيب او احتاج زيارة طبيب في فريق طبي مثلا لا من زيارة الطبيب دي زيارة صعبه طبي، عندنا شويه مش برضو. لازم ان هو ينزل من القاهرة، ولكن انا بقول انه ممكن يكون مثلا وليكن الغربية، البحيرة، اي محافظة، اي مكان، والله اي في مكان. الحمد لله ناس برضو يعني عن طريق الجروب برضو وصلنا لهم، الجروب عرفنا على ناس كتير كويسين جدا، لو في محافظة ولينا حد فيها بنكلمه ويوصل له بالظبط، بالأنبوب هو ده الأكسجين. اللي وكمان الحمد لله في ظاهرة كويسة أصلا، إن الحمد لله ناس كتير قوي في كل المناطق وفروا الأنابيب دي أصلا أوقات الأزمة، فحتى الحالات كلها كانت بتطلب مننا، بعد ما يطلبوا مثلا حوالي مثلا ساعة يجوا لنا الحمد لله خلاص احنا وصلنا الأنبوب، احنا بس عايزين نكمل العلاج ونتابع المريض معاكم. فالحمد لله الأنابيب متوفرة يعني الناس يعني كتير من خلال وفروها. أعضاء الجروب بيقدروا يوفروا في كل واحد في مكانه أيا ما يكون، أيوه سواء طبيب أو طب. ده فكرة جميلة جدا بجد، نشجعك عليها. الحمد لله. معانا اتصال الأستاذ عبد الله سلام. من البحيرة، السلام صديق عليكم. البرنامج. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أحيي حضرتك وأضيفك الكرام. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الله، أهلا أهلا. بحضرتك. ممكن بس أسأل الدكتور بس حاجة؟ اتفضل. دلوقتي أنا عندي برد بقالي يعني بالظبط 14 15 يوم، خدت مشروبات دافئة وسوائل مش عارف ايه وجنزبيل وليمون وبرشام، لما طلع عيني يعني انا اعرف دلوقتي ان انا عندي كورونا ولا مش كورونا. انا دلوقتي 15 يوم بالظبط 17 يوم عندي برد، تخيلي ديت. اسال بس الدكتور بس اعمل ايه؟ خدت البرشام، خدت مش عارف ايه للبرد، خدت حاجات من الصيدليه، حاجات كذا كذا، كل حاجه. مفيش حراره عموما يعني، بس رشح او زكام او صداع. طيب هو حضرتك طبعا الحمد لله بتكلمنا وصوتك كويس اهو الحمد لله. لا الحمد لا لله. الميم، لا بص لو حضرتك لو كلمت حاجه فيها ميم، الميم عندي والنون طايرين اهو. اللي ايه؟ الميم والنون طايرين. الميم مش والنون طايرين، عارف يعني عندي برد. طايرين. واضح ان عندي برد. يعني الانف مسدود يعني قصدك. بص حضرتك طبعا هو اي فيروس حتى دور البرد العادي المفروض ان هو ما بيكملش الحضانه بتاعته في الجسم والاعراض بتاعته حوالي من 3 ايام لحد اسبوع او 10 ايام واقصى والله حاجه. فانت ما دام عدى اسبوعين يبقى انت اصلا البرد خلص من عندك، بس اللي عندك ده مثلا ممكن يكون شويه بكتيريا نتيجه البرد، المناعه قلت شويه فالبكتيريا تكاثرت معاك شويه، ومفروض تاخد مرض حيوي مناسب للموضوع ده. فالافضل طبعا انك تزور طبيب انف واذن او طبيب صدريه يديك مضاد حيوي مناسب للموضوع يعني. ولو سنك طبعا اكتر من 40 برضو احتياطا برضو، عشان هو لو كان كورونا وانت ما تعرفش برضو، شوف اذا كان مناسب ليك ادويه سيوله ممكن تاخدها في الفتره دي مثلا لمده شهر ولا حاجه، كوقايه ان ما يحصلش تجلطات ولا حاجه ان شاء الله. هنا العزل، العفو، ايه قصته العزل؟ ايه لا وكل طبعا اي حد عنده اعراض سواء عرفنا ان هو كورونا او ما عرفناش احنا قلنا ان في عزل، لازم يعزل نفسه. اول ما بيجي له اعراض بيعزل نفسه لحد ما يخف، وبعد ما يخف يقعد 10 ايام لاسبوعين زي ما اتفقنا، ما يتعاملش مع حد مباشره على قد ما يقدر. انا بتكلم برضو على قد ما يقدر دي عشان مش كل الناس هتعرف تعمل كده. انا الف سلامة على حضرتك طبعا يا استاذ عبد الله. الف سلامة عليك، رب شفاك الله وعافاك باذن الله. باذن الله. نرجع لحضرتك تاني، تنصحنا بايه؟ يعني تنصح الشباب بايه؟ دي هتبقى روشتة طبيب، مش بس ادوية ولكن عادات وسلوك و كل شيء، شاملة كل شيء والله. عادات وسلوك طبعا للشباب طبعا زي ما حضرتك بتقول، اهم حاجه طبعا ممارسه الرياضه، ولو حتى رياضه بسيطه زي المشي يوميا، شرب سوائل كتير، ابتعاد بعض الحاجات العادات السيئه زي التدخين والسهر شديد وقله النوم والكلام ده. طبعا اهم حاجه صحتك، فما تقولش الشغل اصل لازم اعمل كده اصل مش هينفع انام، حاول ان كل يوم تاخد الجزء الكافي بتاعك من النوم. برضو احنا عايزين نوجه بقى رساله للمرضى واهالي المرضى اللي هم دول طبعا اللي بيبقوا متواصلين معانا في الاغلب. اهم حاجه في علاج الفيروس ده هو الحاله النفسيه للمريض، حاول تخلي المريض ينام، ما تاخدش المريض وتنزل بيه تلف على المستشفيات والاطباء، انت اللي انزل لف على المستشفى لحد ما تلاقي له مكان في المستشفى، يبقى خده ونزله سيبه في البيت. لو لقيت المريض ولاحظت عليه ان هو مش عايز ينام وعنده توتر وقلق شديد وما بيستجبش لاي كلام منك او من اللي حواليه ان هو لازم يهدى او كده، استعين بطبيب نفسي او الطبيب بتاعه ان هو يديله حاجه مهدئه ان هو ينام. اهم حاجه في علاج الفيروس ان هو ينام. الراحه النفسيه. الراحه النفسيه طبعا اساسها النوم، انت مجرد ما بتنام عدد ساعات كافي بتقوم حالتك النفسيه افضل واجهزه جسمك كلها في كفاءه كويسه. هنا يقدر ياخد مهدئ يا دكتور؟ العيان ايه؟ يقدر ياخد مهدئ؟ طبعا. يعني هنا وده اصلا يعتبر يعني في بعض البروتوكولات نزل فيها خلاص موضوع المهدئات او الحاجات اللي اسمها SSRI اللي هي بتشتغل على حالات التوتر والقلق. يعني دي بقت روشته يعني ثابته معانا، وبنسال اي مريض حتى احنا في على الجروب عندنا او على الصفحه
او اخر سؤال او اول سؤال بنساله بنقول له انت بتنام كام ساعه في اليوم، او المريض بتاعك بينام كام ساعه في اليوم. أيوة. او ما يقول لا ده ما بينامش كويس، ده بقاله مثلا يومين ما بينامش، ده بينام ساعتين ثلاثه وبيصحى. لا، اول حاجه بنكتبها له مع العلاج بنكتب له حاجه مهدئه او حاجه تنفع لحالته ان هو ينام كويس، وبنتابعه تاني ما نامش بنزود له في الجرعات بتاعتها. فاهم حاجه في علاج الفيروس ده هو الراحه النفسيه، ان دي اساس المناعه، واهم حاجه في الراحه النفسيه هو النوم. لو لقيت المريض اللي معاك بينام اقل من 8 ساعات او ما بينامش كويس، ابدا بسرعه دور على حاجه ان هو ينام، سواء تقنعه او تهديه نفسيا، او ان انت تديله حاجه مهدئه ان هو ينام بيها. طب في حاجه معينه تنصح اي حد عنده اشتباه مثلا ان هو ياخدها، او سواء اكل سواء مشروبات سواء فيتامينات سواء؟ والله بص، الحمد لله الاكل يعني ربنا يعني ايه حاط كل الفيتامينات وكل الحاجات اللي احنا محتاجينها في الاكل البسيط اللي احنا بناكله يوميا. يعني احنا عايزين فيتامين سي هتلاقيه موجود في الليمون، هتلاقيه موجود في اليوسف اللي هي كل فاكهه الشتاء، البرتقال، هتلاقي حاجات مثلا زي الفلفل الرومي، كل الحاجات دي فيها فيتامين سي. اي حاجه كنت تعلم من فيتامين سي. عندك الزنك موجود برضه في كل الخضروات الورقيه، موجود في اللحوم، موجود في اللبن بكميه كبيره. يعني لو شربنا كل يوم كوبايه لبن بالليل مثلا، انت كده خدت الزنك بتاعك وخدت البروتينات اللي جسمك محتاجها وكل الحاجات اللي ايه تظبط جهاز المناعه بتاعك. واهم حاجه ننصح بيها ما نخافش. اهم حاجه ما نخافش. هو ضعيف الحمد لله قدام الناس اللي ما بتخافش منه، او حتى الناس اللي ما بيجيلهاش اعراض دي مش عارفين. هو مش عارف، طول ما هو مش عارف هو كويس. المشكله بقى لو عارف. دايما المفهوم المتعارض انه اللبن او يعني عاده اللبن والاسماك وكده بتتعارض مع البرد، ده حضرتك لا، الاسماك الاسماك والبيض بيقولوا ماشي اوكي، عشان بيزودوا شويه، هم فيهم بروتينات قويه شويه فبيزودوا الحساسيه بتاعه الجسم، فممكن الحساسيه دي تزيد شويه معاهم. فاحنا مش بنتكلم على السمك وعلى البيض، لكن اللبن عادي. لكن اللبن عادي طبعا، اللبن ده مهم جدا. احنا نختم كده برضو، حابين نختم مع حضرتك. اتفضل. في برضو لاخر حاجه تقدر حضرتك تقولها، او اهم حاجه تقدر حضرتك تقولها للساده المشاهدين في اطار فيروس كورونا، او حضرتك حابب تنبه عليها يمكن ما خطرتش في بالنا احنا خلال الحلقه، حضرتك تقدر. طيب احنا هنقول اول حاجه، اي عرض عندك هو اشتباه للكورونا، حتى لو انت مش شايف الاعراض دي كورونا، هو اشتباه لكورونا، وتاخد احتياطك عشان ما تاذيش حد غيرك. انت ممكن تكون صحتك كويسه او حد سنه صغير وربنا ان شاء الله هيشفيك على طول، لكن انت ممكن تاذي حد غيرك كبير سن ويتاذي بسببك او يتوفى او كده، هيبقى انت ذنبه ايه في رقبتك. فدي اول حاجه، اي اعراض اي دور برد هو كورونا الى ان يثبت العكس. العكس بتاعنا ده يا اما نعمل مسحه يا اما نخف ان شاء الله ويعدي الفتره بتاعت العزل بتاعتنا. فمش عايزين اهمال في الموضوع ده، عشان هو ده اللي مزود الانتشار بتاع الفيروس. الحاجة التانية بنقولها، العلاج المبكر يقي من المضاعفات. ابدأ علاجك على طول، ما تستناش ما تعمل مسحة، ما تستناش ما تروح لطبيب مثلا في مستشفى عزلة أو كده، لا، روح لأي طبيب قريب منك فاتح عيادة عادي، وقوله أنا عندي أعراض برد في أولها وعايز أخد علاج بسرعة، ويبدأ علاجك على طول من أول يوم. متشكرين جدا بحضرتك، احنا آسفين إذا المقاطعة، ولكن وقتنا خلص بسرعة، ودايما يعني المواضيع المهمة ودايما المواضيع اللي بتصير دايما اهتمام بيبقى الكلام فيها عايز حلقات، مش بس حلقه او ساعه واحده. طبعا وشرفتنا ونورتنا والله يا دكتور، وسعداء جدا بلقاء حضرتك. نورتونا جدا وشرفنا طبعا الدكتور حسام، ونتمنى الشفاء لكل الناس والف سلامه على كل المصابين، وان شاء الله هي علاج بسيط وهنخف ونرجع احسن من الاول. بس لازم نخلي بالنا من نفسنا، لازم نلتزم بالتعليمات، لازم نلتزم بالكمامه لو احنا بره، بالكحول، كلها حاجات بسيطة جدا 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 لكن هتحمينا. لو انت مش خاف على نفسك، خاف على بيتك، خاف على اهلك، خاف على الناس الكبيرة اللي في البيت اللي مناعتهم اكيد اقل من مناعتك. لازم نكون واعيين شوية اكتر، احنا داخلين على مرحلة تانية وموجة تانية، وان شاء الله ربنا يستر ويعديها على خير. في نهاية حلقتنا بنشكر حضراتكم، ونرجو ان نكون قد افدنا ولو بجزء بسيط ومعلومات بسيطة جدا في الجائحة اللي حصلة. وطبعا بنشكر ضيفنا وبنكرر شكرنا دايما، والمعلومات القيمة اللي أضافها لينا ولحضراتكم، وإن شاء الله استنونا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد إن شاء الله مع فوزية الشرقاوي وطارق طه. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.